مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بالذبابة البيضاء واللي كتعتبر من أخطر الحشرات اللي كتصيب البطاطا، فهي حشرة خطيرة على العديد من الفلاحات في المغرب، بحيث زيادة على أنها كتغذى بامتصاص عصارة الخلايا النباتية يمكن تمرر أمراض فيروسية خطيرة. فقدرة الذبابة على النقل ونشر الأمراض الفيروسية كان عنده تأثير كبير على الإنتاج العالمي للغذاء. وفي المناطق السقوية في المغرب أصبحت مشكلة الذبابة البيضاء واحدة من أخطر المشكلات اللي كتواجه مجموعة كبيرة من الخضروات، والأسف كتغيب التقديرات الاقتصادية لمثل هذه الخسائر بسبب غياب الدراسات الاقتصادية العلمية والبحثية في هذا الميدان. وفي مصر كمثال كتقدر الخسائر الاقتصادية بمئات الملايين من الجنيهات في السنة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كتكاثر هذه الحشرة على البطاطا وكتمر من مجموعة من المراحل خلال العمر ديالها. الطور الأول هو الطور البيضاء، يليه طور اليرقة واللي كيدوز من ثلاثة ديال المراحل، اللي في الأخير كيتحول لطور العذراء واللي كتعطي الحشرة الكاملة. ومعرفة دورة حياة الذبابة البيضاء ضروري باش يمكن حدو الأضرار وطرق الوقاية والمكافحة ضد هذه الحشرة. ففي الوقت اللي كتسبب الذبابة البيضاء في خسائر من خلال التغذية المباشرة، كتعد مجموعة جينس بيميزيا نوع خطير في نقل الفيروس تبرقش البطاطس والطماطم وفيروسات أخرى مثل الموزايك، تقزم الفول والفول الذهبي، وموزايك الفاصوليا، وفيروس اسفرار وتجاعد أوراق البطاطس والطماطم وغيرها من الفيروسات من جنس موزايك. ويمكن تسبب في خسائر كبيرة في المحاصيل، واللي كيدفع الفلاح باش يستعمل مبيدات حشرية بمعدل كبير على العديد ديال المحاصيل بحال البطاطس والطماطم والفاصوليا والقرعيات وغيرها. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، الوقاية قبل المعالجة. فبينما المكافحة الوقائية كتعتمد على طور الحشرة البالغة للذبابة البيضاء، كتنصب المكافحة الكيماوية على اليرقة أو الدودة، وكيوضحوا الخبراء باستعمال طرق متكاملة وقائية وعلاجية باش نتحكموا في الذبابة. اولا، الوقايه اللي لازم نستعملوا فيها مجموعه من تدخلات كتكامل بعضياتها وكتشمل: نستعملوا اصناف اللي كتقاوم الفيروس، نزرعوا في واحد الوقت اللي ما كيتناسبش مع ظروف الطقس المناسبه للحشره، نستعملوا المصيدات الخاصه بمعرفه الوصول ديال الحشرات البالغه ونبكروا بالمكافحه. وهنا ينصح باستخدام مبيدات خاصه مع ماء السقي في بدايه الاصابه واختيار برنامج الرش المناسب اللي غيقضي فيه المبيد على مراحل الاناث والبيض والحوريه. نقضيوا على الاعشاب الضاره وخاصه النجليات اللي كتعتبر عش خطير للتكاثر وانتشار الحشره. فلازم نراعيوا التغذيه والسقي متوازنين في فلاحتنا، لان الحشره كتمص وكيعجبها النمو الخضري العالي واللي كيسببوا كثره استعمال ماء وماده الازوت بلا قياس، وبالخصوص في ظروف الجو اللي كيتحول من الحراره العاليه والرطوبه المرتفعه. ثانيا، المكافحه الكيميائيه بالعقل. فالمكافحة الكيميائية باستخدام مبيدات الحشرية المتنوعة مازالت هي الطريقة اللي كتستعمل بزاف في كافة بلدان العالم بما فيها المغرب، ولكن لاحظوا الخبراء باللي في السنوات الأخيرة بدأ استعمال مبيدات في مكافحة الذبابة البيضاء كتقابلها بعض الصعوبات نتيجة ظاهرة المقاومة للمواد الكيماوية واللي بانت عند هذه الحشرات بسبب الفعل السام للمبيدات المستعملة، وخاصة المبيدات الفوسفورية العضوية وكذلك لبعض المبيدات البيروترودية. ولهذا كنصح في وقت المكافحة نستعملوا المبيدات الحشرية التابعة لهاتين المجموعتين بالتناوب وبالتعاقب باش يمكن نقصوا من ظاهرة المقاومة عند هذه الحشرات. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ومن أجل استعمال فعال المواد الكيميائية لازم نجميع نطبقوا بالعقل مكافحة مندمجة بالمراقبة المتكاملة واللي كتشمل جميع وسائل المكافحة اللي ما كتضرش بالبيئة والمستهلك، وذلك باستخدام مبيدات مرخصة وبالكميات المنصوح بها الأقل ضرر وبالعلاج الموضعي. ومنتجي الخضروات في المغرب كيعرفوا باللي كيشكل ضرر هذه الحشره مشكله رئيسيه على الصادرات بسبب تخفيض قيمه السلعه نتيجه التدابير اللي كتفرضها بعض البلدان المستورده. والله المعين. مع دقيقه المثمر، اليد في اليد من اجل فلاحه مثمره ومستدامه.